اهلا بيكم اصدقائي وحلقه جديده من بودكاست حياه ومعاكم اسام. صديقي غدير طلب مني ان انا ازاي اقول لا بادب او بلياقه، ازاي اقول لا من غير ما حد يزعل. كلمه لا او ثقافه اللا في حياتنا لازم تكون موجوده، ما اجيش على نفسي علشان خاطر الاخرين وافضل على طول اجي على نفسي، في الاخر ده بيسبب لي انا القلق وبيسبب لي التعب وبيسبب لي الارهاق في الاخر، وفي الاخر ما بس مش هتقدر التقدير الكافي، ففي الاخر هاحبط حتى من العلاقات الاجتماعيه اللي حواليا. لما يكون لك حدود لعلاقاتك وحدود لنفسك وتقول لا في الحاجات اللي مش مناسباك، ده هيريحك من الاول كده، يعني عشان ايه ما تديش عشم لحد وما تقولش لا مره واثنين وثلاثه وتلاقي نفسك مضطر انت كل مره تقول لا. لما هتيجي تقول لا هتبقى انت انسان مش كويس، هتبقى انسان وحش بالنسبه له، في حين ان انت من الاول كده لو حاجه مش مناسباك وقلت لا عليها خلاص الموضوع انتهى، والناس عرفت حدودك والناس عرفت تتعامل معاك ازاي، يبقى ريحت نفسك وريحت الناس وحافظت على علاقاتك. ده مش معناه ان انا اكون بجح مع الناس، ومش معناه ان انا اقول لا بشكل فيه طف كده او فيه عدوانيه او فيه قله ذوق. لازم اكون ذوق، لان انا اللي قدامي طالما ذوق معايا لازم اكون معاه ذوق. فازاي انا اقول لا وازاي اكون بشكل ايجابي مع الناس وازاي اكون بشكل مؤدب مع الناس؟ طبعا هي دي بترجع على حسب بقى الموقف، بس انا في الاخر لازم احط في دماغي كده ان انا كلمه لا تطلع مني بشكل ذوق، بشكل مؤدب، بشكل محترم، بشكل انا الموضوع ده مش مناسبني، بس انا ما ينفعش ابقى طف مع الناس. فمثلا على سبيل المثال انا ممكن مثلا اقول لواحد حد عايزني اساعده في حاجه وانا مش قادر اساعده في الحاجه دي، اقول له انا اسف جدا بس انا فعلا ما اقدرش اساعدك في الموضوع ده. ده على سبيل المثال. لو حد مثلا مقدم لك دعوه او عايزك تخرج معاه او الكلام ده كله، ممكن تقول له انا والله انا متشكر جدا ان انت فكرت فيا بس انا للاسف مش هقدر اعمل كذا. ممكن تقول مثلا والله انا بعتذر بس انا فعلا عندي زمات تانية في الوقت ده، فمعلش سامحني المره دي. كلام سهل وكلام حلو وكلام مؤدب، وفي الاخر انت وصلت اللقة اللي انت عايزها. ممكن تقول مثلا انا ممتن جدا لاهتمامك بالموضوع ده او مهتم جدا بامتنانك ليا، بس والله يعني ايه بص انا ما اقدرش دلوقتي اعمل اللي انت عايزه، او انا مش فاضي دلوقتي للاسف. يعني ممكن تقول مثلا لو موضوع انت عايز تفكر فيه مثلا ولا حاجه، والله بص انا بعتذر بس انا ما اقدرش اخد قرار دلوقتي، انا اسف انا ما اقدرش اخد قرار دلوقتي، انا لازم افكر شويه. ما فيهاش مشكله خالص، حتى لو هو عنده طب اديني بس رايك دلوقتي، طب اديني بس اقول له معلش ماشي لازم محتاج افكر، بكل هدوء وبابتسامه حلوه كده على الوش، علشان في الاخر ما تبقاش انسان وقح. يعني لازم نحافظ على علاقتنا بشكل مناسب، وده ما يمنعش ان انا اقول لا. ممكن مثلا تقول له انا والله بص انا بحترم رغبتك دي بس انا الموضوع ده مش مناسب بالنسبه لي. ممكن تقول له مثلا والله بص هو انا عندي حاجات كتير قوي دلوقتي ولازم اعملها، فخلينا بعد ما اخلص الحاجات اشوف الموضوع اللي انت عايزه. يبقى انت كده اعتذرت بلياقه واعتذرت بادب وقلت لا، ووصلت وصلت سبب رفضك او وصلت رفضك للي قدامك، وفي نفس الوقت بادب وباحترام وبكل لياقه. اتمنى غدير تكون الفكره واصله بالنسبه لك. لو في اي حاجه طبعا ابعتني في الكومنتات، لو في اي حاجه عند اي حد فيكم ابعتولي في الكومنتات، ولو جديد معانا ما تنساش السبسكرايب، واشوفك ان شاء الله في الحلقات الجايه. على كل خير.